راسي غير مرخصه من على الوقوف سير من على الوقوف. يلا سير يلا يلا منى سير منى. يلا الاخوان يلا يلا سير يلا 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 خلينا من فلسطين سير توكل على الله توكل دابا حنا في الوقفه ديال بلادنا وديال هذا وبلادنا كلشي تيقول فلسطين قضيه وطنيه يلا يلا شنو اللي قرار غير مرخص؟ الوقفات لا تحتاج إلى قبض. تحتاج لترخيص على الأخت. لا تحتاج إلى قبض. هو اللي كتب مع صحابه. غادي نقول لصحابه اللي قلت لي مع صحابه غادي. يلا الإخوان شوفوا اللهم من هذا منكر. أن فلسطين كتمنع ما نديروش الوقفة في يوم العرض، هذا الشيء ماشي معقول، باش يعني تمنع الوقفة ديال يوم العرض، واش حنا يعني مع الشعب الفلسطيني ولا مع من؟ ولا مع الصهاينة؟ حنا مع الشعب الفلسطيني، ما يمكنش الوقفة هي وقفة حضارية كنا غنديروها ومشيو بحالنا، كنا شحال بغينا نديرو، كاع شحال كنا باغيين نديرو، أربع ساعة؟ نص ساعة؟ كنا غنمشيو بحالنا. الرئيس هو فاش جيبوها في يوم العرض يوم العرض يوم العرض يعني تمنع يوم العرض هذه تسمع علينا حنا هنايا بانه يوم العرض كتمنع يعني الوقفه على فلسطين راه ماشي معقول لا لا والو لا لا واحد المباركه دقيقه لا لا والو 2019 انا الحريات العامه اعلني عن حضوري بصفتي مسؤولا عن هذا الامن العام وهو يشارك من الانذار الاول وامركم بفض هذا التزمر والاصرار حالا Yeah.
صورة أحسن أبلغ تعليق تحرك الأصوات احنا في هذه اللحظة لاحظتم كان هناك المنع المتعسف للوقفة التي كانت دعت إلى الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. هذا المنع يعني كان منع غير قانوني طبعا. الوقفة كما هو معلوم يعني لا تطلب تصريحا، والمنع لم يصل للداعين للوقفة. إن هذا تعسف ضد القانون وضد يعني حقوق الشعب المغربي في التعبير عن حقوقه كاملة ضد التطبيع، مع العلم أننا رأينا كما هو معلوم في الأيام الأخيرة تجمعات عديدة في يعني في نوع من الموديل اللي يعني من السلطة بالنسبة لها التجمعات تخدم مصالحها تكون يعني ما عندهاش مشكل معها، ولكن التجمعات تعبر عن نبض الشعب المغربي وتكون ضد التطبيع فتجند كل انواع القوى من اجل القمع. فإذن هذا يعني امر مرفوض، ونحن ضد كل اشكال القمع ديال التظاهر كان الان او ضد الاساتذه ديال التعاقد او ضد الممرضين او ضد كل يعني طرف من اطراف الشعب من حقه ان يعبر عن يعني مواقفه بشكل سلمي بشكل حضاري
وهذا المنع هم الآن أصروا على منع وقفة، لكن المنع يعطي يعني مصداقية أكثر ل يعني رأي الشعب المغربي أنه ضد التطبيع. هذا أسلوب يعني أسلوب منع، أسلوب يعني عنيف، أسلوب غير حضاري إطلاقا. الناس واقفين، إيه أنت منعت الناس اللي لا يصيروا لمكان الوقفة، ولكن لك الدفع. وخصنا كما لاحظتم النقيب بن عمر يعني السن أكثر من 80 سنة ولم يحترموا فيه وقف يعني، ورغم ذلك كان الدفع يعني بقوة، وكان أحد المحتجين لو لاحظتوا أنه كان سقط أرضا يعني أغمي عليه وقعته يعني. مدينة كجبهة مغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، كنا عازمين باش نضموا واحد الوقفة سلمية للتعبير عن الموقف ديالنا داعم القضية الفلسطينية، اللي هو موقف مستمر وتاريخي ديال الشعب المغربي واللي كيعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية. كذلك المناهضة ديالنا الشديدة للقرار ديال 10 دجنبير ديال التطبيع الخياني ما بين الدولة المغربية والكيان الصهيوني، إلا أن سلطات مدينة الرباط صدتنا واعتدت علينا ومنعتنا، واعتدت على أحد هيدومي المناضلين في المغرب والنقيب عبد الرحمن بن عمر، اعتدت عليه وسقطته الأرض. هذا اعتداء صريح على المدافعين والمدافعات على حق الإنسان. إذا بالنسبة لنا كان دينه هذا الاعتداء على الحق في التظاهر السلمي، وعلى الحق في حرية الرأي والتعبير، وعلى الحق في التضامن مع الشعب الفلسطيني. وكذلك كنجددوا الموقف ديالنا المناهض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبأن النضال ديالنا يستمر حتى إسقاط التطبيع الخياني للقضية الفلسطينية، وطبعا من حوف النضال ديالنا إلى غاية تحرير فلسطين والنصر لفلسطين.